مشاهدينا الأفاضل، نجدد لكم التحية، وها هي انطلاقتنا لشوطنا السادس. تمت بعون من الله تعالى وتوفيق شوطنا السادس الخاص هنا بالزمول لمنهجنا أصحاب السمو الشيوخ ضمن الأشواط المفتوحة في هذا الانطلاق والتحدي والإثارة. 8 كيلومترات هي الحاضرة بين هذه النوعية الفاخرة من الزمول ومن بنوك الإنتاج. نسير مشاهدينا الكرام في هذا الانطلاق، نسير في التحدي وفي الإثارة مشاهدينا الكرام. نتابع مشاهدينا الكرام هذه المسيرة، نتابع هذا الانطلاق، ونتابع هنا الصدارة والمركز الأول وعالي من يأتينا على الصدارة وعلى المركز الأول لسمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان الصادق فضل الأمين في التضمير هنا مع عالي على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني هو المنطلق هنا مدلل من هجن الشحانية بقيادة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، والوصول هنا الوصول من الهباع سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة مطر بن سيف بن لاحج الهايري من ينطلق في هذه اللحظات هنا بهذا الانطلاق الجميل والتحدي والإثارة هنا في هذا الانطلاق المثير مشاهدينا الكرام. على الهزاز هنا من وصل الهزاز، ولكن أرى التسلل من الجانب الثاني من مغامر هنا من هجن العاصفة التابعة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر السيد حمد بن راشد بن حمد بن غدير. وعلى المركز الثالث الرابع المركز الرابع الهزاز على المركز الرابع هنا لسيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر مطر بن سيف بن لاحج الهايري. وعلى المركز الخامس هناك الهباع أيضا لسيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة مطر بن سيف بن لاحج الهايري. المنتشي من يقدم اسمين في هذا الانطلاق والتحدي والإثارة مشاهدينا متابعينا الكرام. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى عالي المسيطر على زمام الأمور، المسيطر على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول بهذا الشعار العالي هنا في هذا الانطلاق الجميل والتحدي. عالي لسمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان بقيادة الصادق فضل الأمين من ينطلق على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. مدلل في المركز الثاني، مدلل متدلل على المركز الثاني من هجن الشحانية بقيادة العملاق سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي في هذا الانطلاق الجميل والتحدي. الوصول من مغامر، مغامر من هجن العاصفة التابعة لسيد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير تبي من ينطلق هنا مع مغامر بهذا الأداء الجميل. الوصول هنا من الهزاز سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة مطر بن سيف بن لاحج الهايري، والهزاز يهتز على المقدمة، يهتز بالفوز وبالناموس هنا بهذا الانطلاق. هنا وصل الهباع، وصل الهباع أيضا وعينه على المقدمة. هنا الهباع يهبع على الصدارة، يهبع هنا الهباع سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة مطر بن سيف بن لاحج الهايري، دافع بالهزاز ودافع بالهباع. أبو عمر هنا أشكرك يا المنتشي في هذه الانطلاقة والتحدي والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود إلى صدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى عالي. العالي هنا وصاحب المكان العالي على الصدارة على المقدمة على رأس حربة هذا الشوط وفي قمة الهرم هنا يتواجد عالي
في هذا الانطلاق لسمو شيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان بقيادة الصادق فضل الأمين. هنا من ينطلق بهذا الأداء الجميل سلالة عالي يتواجد بهذه الانطلاقة، السلالة الشاهينية المعروفة الغنية عن التعريف يتواجد هنا عالي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول في المكانة العالية، وفي أيضا الأداء العالي هنا في التواجد على الصدارة وعلى المقدمة. المركز الثاني مدلل يأتينا على المركز الثاني هنا في هذه اللحظات يتدلل من مركز إلى مركز هنا بهذا الأداء الجميل. هنا ايضا يتدلل ويتسلل من مركز الى مركز في هذه الانطلاقه من هجن الشحانيه مع العملاق. هنا ايضا سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي في هذا الانطلاق. المركز الثالث هنا ياتينا مغامر يغامر ايضا مع المراكز الاولى مغامر 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 هنا بهذا الانطلاق من هجن العاصفه التابعه لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم بالشعار العامري ايضا بالاسماء العديده العامر بالانجازات العامر بالتحديات. هنا عامر باسماء صارت وجالت وحققت الذهب في ذهب ما شاء الله. هو هنا ايضا ياتينا مغامر بقياده الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير والهزاز. هنا الهزاز على رابع المراكز يهتز الميدان من الهزاز وغيره من الاسماء العملاقه. الهزاز هنا سيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع ايضا هنا مع المنتشي مطار بن سيف بن لاحد الهايري هنا. وايضا انا اعلق عليه ايضا باعتزاز وافتخار هنا في هذا الميدان. هنا ميدان التحدي ميدان الشحانيه بهذا الانطلاق الجميل والتحدي. المركز هنا المركز الخامس المركز الخامس أرى هنا القدوم أرى القدوم القدوم من الأسماء من الأسماء. أرى التسلل المشاهدين الكرام هنا وصل هنا في هذه اللحظات وافي 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 هنا أيضا يتسلل لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم مع حمد بن علي العويسي. ولكن هنا أيضا الهباع الهباع لا زال هنا أيضا يهبع يهبع ويواصل الإبداع والإمتاع. الهباع بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع المنتشي مطر بن سيف بن لاحج هايري بهذا الانطلاق الجميل والتحدي بهذه الاداءات المتميزه والجميله. نعود مشاهدينا الكرام الى الصداره، نعود الى المقدمه والى المركز الاول في هذا الاداء المميز الجميل. نعود مشاهدينا الكرام نعود الى الصدارة نعود الى المقدمة نعود الهلا نعود مع عالي نعود مع عالي 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 على الصدارة عالي على المقدمة عالي على المركز الاول بهذا الانطلاق الجميل والتحدي لسمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان الصادق فضل الامين في هذا الانطلاق الجميل والتحدي والإثارة مشاهدينا الكرام. هناك المركز الثاني المركز الثاني وأرى مغامر من الجانب الآخر هناك ينطلق يتحدى بهذا الأداء الجميل من هجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير ومدلل مدلل على المركز الثالث من هجن الشحانية بقيادة المضمر سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي. وهنا الهزازة على المركز الرابع لا زال على المركز الرابع. هنا المنطلق سيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مطار بن سيف بن لاحج الهايري في التضمير وصل هنا في هذه اللحظات الوصيف من وصل بهذا الانطلاقة من هجن الشحانية بقيادة محمد بن خالد العطية من يصل في هذه اللحظات هنا بهذا الانطلاق
المميز الجميل والتحدي لما لا وصيف، لما لا وصيف. ينتقل هذا الى المركز الرابع، المركز الخامس، ارى الوصول من مشوش، مشوش وصل، مشوش ايضا انضم، شوش على الادارات الجميع وانطلق الى الصداره، الى المقدمه، الى المركز الاول. هنا عينه، عينه وهدفه على المركز الاول بهذا الانطلاق والادار بالصداره. ولكن هناك عالي 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 على الصداره، عالي على المقدمه، عالي عالي يعتلو، يعتلو على هنا ايضا زمام المجدي والصداره، عالي بهذا الانطلاق، عالي لسمو الشيخ زياد بن سيف بن محمد ال نهيان هنا بهذا الانطلاق والتحدي. قدر عالي واداه عالي هنا بهذا الاداء. ويا ارض احفظها، احفظي ما عليك. بدا الميدان يهتز من الزمول، من الزمول، يا سلام، 1500 متر مع الزمول، يا سلام. عالي هنا ومغامر، وهناك وصيف، الوصيف بهذا الانطلاق الجميل، الجميل. الله 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 الله، يا سلام. هنا 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 ارى ايضا القدوم من مشوش، من مشوش، من مشوش، رباعيه جميله بقياده عالي على الصداره، عالي على المقدمه وعلى المركز الاول. هنا الشعار العيناوي هنا ينطلق بهذا الاداء لسمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد ال نهيان مع الكيلو الاخير، الكيلو الاخير. وهنا مغامر، وهناك ايضا الوصيف. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الزمول، 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 ثلاثية، ثلاثية مع الزمول، ثلاثية مع الانطلاق. الله الله، عالي عالي. وهنا الوصيف، عالي والوصيف، يا سلام يا سلام يا سلام. عالي على الصدارة، عالي على المقدمة، على المركز الأول لسمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان. والعصا لا زالت قوس، لا زالت قوس العصا. هنا الوصول، 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 الوصول من الوصيف، الوصيف، يلا يا صادق، الوصيف قادم. يا سلام يا سلام. هنا على الشاشة التحدي ثنائي، التحدي ثنائي، ولكن عالي، عالي ينطلق، عالي ينطلق على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول. سلام عيناوي، سلام، سلام عيناوي، سلام، سلام الزعيم على هذا الأداء الجميل. قاد الشوط راس وينهي هذا الشوط راس. تهانينا، تهانينا لسمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان. سلام للعاصمة أبو ظبي، سلام مدينة العين على هذا الأداء الجميل. تهانينا لك يا ابن هيان على هذا الاداء الجميل، تهانينا للصادق فضل الامين. وها هي لحظه وصول عالي الى خط النهايه، معلن الفوز، معلن الناموس، المركز الثاني كان من نصيب الوصيف من هجن الشحانيه بهذا الانطلاق المميز الجميل، بينما المركز الثالث كان من نصيب هنا ام غامر من هجن العاصفه. من اتانا على ثالث المراكز وفي انتظار المركز الرابع، ما شاء الله، هنا بهذا الانطلاق المميز والجميل، الوصول في هذه اللحظات من الاسد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعد المكتوم، هو مشوش على المركز هنا الخامس من هجن العاصفه. هذه هي النتيجه للمراكز الخمسه الاولى، معناها على حضراتكم في هذا الانطلاق المميز والجميل. وهنا مشاهدينا الكرام، استطاع بهذه الانطلاقه هنا ايضا علي قاطع المسافه في 12 دقيقه 8 ثواني 40 جزء من الثانيه. تهانينا لسمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد ال نهيان، تهانينا للصادق فضل الامين على ما قدم علي بهذا الاداء الجميل. الوصيف من اتى على المركز الثاني ب 13 دقيقه 11 ثانيه 30 جزء من الثانيه. تهانينا هنا لي ايضا هجن الشحانية، تهانينا لمحمد بن خالد العطية. بينما المركز الثالث، شاهدينا ومتابعينا الكرام، كان هنا في هذه الانطلاقة والتحدي من نصيب مغامر من هجن العاصفة، هنا قاطع المسافة 13 دقيقة 17 ثانية، وهنا 99 جزء من الثانية. تهانينا والناموس، تهانينا للو